يا اخوان كثير بنسمع بقصة السعودات او سعد الذابح، سعد السعود، سعد الخبايا، هاي القصص كلياتها او هاي المسمات كلياتها ممكن كثير منا بكون عم بسمعها بس ما بعرف شو القصة وراها او شو يعني سبب تسمية بعض الفترات من الشتاء او بعض فترات من السنة عفوا وبعض الاشهر باسم سعد. راح ننتقل مع الزميل سالي فريتخ لتحكي لنا اكثر عن قصة او قصة السعودات. اليك سالي، تفضلي. القصة أن شابا يدعى سعود قرر السفر في فصل الشتاء، وكانت الأجواء حينها دافئة، ولكن والده نصحه بأن يأخذ معه من الفراء والحطب ما يدفئ نفسه به، ولكن سعدا لم يستمع لنصيحة والده. وبعد أن قطع سعدا منتصف الطريق تغير الجو فجأة وأصبح الجو قارصا وهطلت الأمطار والثلوج، وما كان أمام سعدا إلا أن يذبح الناقة حتى يحتمي داخل أحشائها من شدة البرد. وسميت هذه الفترة بسعد اذبح أو سعد الذابح، والممتدة من 1 شباط وحتى 13 شباط. وبعد أيام شعر سعد بالجوع وما كان أمامه إلا أن يأكل من لحم الناقة التي ذبحها. وطبعا سميت هذه الفترة بسعد ابلع أو سعد البالع، والممتدة من 13 شباط حتى 25 شباط. وبعد أن انتهت العاصفة وأشرقت الشمس فرح سعد واحتفل بنجاته، وسميت هذه الفترة بسعد سعود، والممتدة من 26 شباط وحتى 10 آذار. وقام سعدا وخوفا من أن تتكرر معه هذه الحادثة بصناعة معطف له من وبر الناقة، وسميت هذه الفترة بسعد الخبايا، والممتدة من 10 آذار حتى 22 آذار. وطبعا هذه الفترة تصادف بداية الاعتدال الربيعي. ويشار إلى أن الخمسينية تتكون من 50 يوم تبدأ من 30 كانون الثاني وتنتهي في 22 آذار. وسواء كانت الخمسينية أو السعودات صحيحة أم لا، فإنها تبقى من ضمن موروثاتنا الشعبية الممتدة منذ مئات السنين، والتي تحمل معها الكثير من الحكم والقصص.